بسم الله الرحمن الرحيم. هنا سؤال: ما هي الصفة الصحيحة في وضع اليدين في الصلاة عند القراءة؟ أحبائي في الله، هذه من مسائل الخلاف بين أهل العلم، لكن الراجح أن الصحيح أن يجعل يديه على صدره، أن يضع الكف اليمنى فوق الكف اليسرى ثم يضعها على الصدر، وبداية الصدر من التقاء عظمي التقاء العظام، فمع التقاء العظام يبدأ الصدر، فيضع يده في البداية هناك أو أعلى كما يشاء. هذا بالنسبة إلى وضع اليدين. والسؤال الثاني: وما هي صفة تحريك السبابة في التشهد؟ صفة تحريك السبابة كالآتي: أولا، عند بداية التشهد مد الإصبع اللي هو السبابة، ثم يبدأ بالحركة، حركة يسيرة، أما المد فهو شديد، يمدها بشدة ويحركها يسيرا، لا رفع ولا خفض، ويبقى يحرك حتى يسلم، ويحلق بشكل خمسة. وبهذا هذه الصفة يكون جمع بين التحريك والتحليق. والله الهادي والموفق، والسلام عليكم.